هاي جثة مين هاي؟ جثة مرت أخوه لأبو بلال أبو عدي. هاي آخر وحدة معي يعني طلعناها، طلعنا الكل ضلت هي مرت إبراهيم الشهوان. لنا 10 أيام عم نتعذب هون، يجوا تركزات ويروحوا، يجوا ويروحوا، يطالعوا واحد اثنين ويروحوا. الله أكرمنا بالشوفير والمهندس أتراك، فحكينا لهم وضعنا، قال ما منروح لحتى نطالعكم كل شيء عندكم والله يجزيهم الخير. هن متطوعين اجوكم تطوعوا؟ متطوعين الطلع. متطوعين اجوا من فضل الله، ثلاث ايام عم يتعذبوا معنا من الصبح للساعه 1 بالليل 2 بالليل هني معنا، ولا فعلوا يتركونا. ضلت عنا هالمره اخر مره، قلنا لهم يعني ما ضل عنا امل خالص، نكتنا البنايه نكت. قال ما منروح لنطالعكم اياها، من فضل الله ما راحوا الا هلا طالع عنها الساعه 3:30 بالضبط طالعوا لنا اياها. الله يجزيهم الخير ويعطيهم العافية، ونحن كثير بنتشكرهم. لا اخوتنا اللي عرفته انه سيجاره ما قبلوا ياخذوا منكم؟ لا 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 ابدا 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 ابدا، حتى المازوت والوقود ولا هن مازوت ولا فعلوا شيء. قال قال نحن لوجه الله بلا شيء، النقطه ما فيهم كل شيء فيه، نحن دولتنا كبيره. نحن بنتشكر اخوتنا الاتراك كثير كثير كثير، ساعدونا في هذا الموضوع بشكل غريب. بس خلونا دلني عليهم لو سمحت، لو قدرنا بس نصورهم. هذا الشوفير، هذا الشوفير كلاي جالسون، شكرا تشكر يدر مش جديد. اي والله صار هذا المهندس والمهندس كلاي جالسون، شكرا تشكر يدر. اي والله مو بزم وظيفمس ديجك هيك شيء يوم، شكرا تشكر يدر. اي والله geçmiş olsun. Allah sabırlar versin herkese. Tüm Suriyeli kardeşlerimize Allah sabırlar versin. Yani Arapça bilmiyorum maalesef. İngilizce konuşabilirim. I can speak English. It's very well. You sure. Talk in very well way. Thank you so much. You're welcome. Thank you. نحن من عبر قناتكم قناة أورينت نتشكر هالرجال كتير كتير. تشكر الدولة التركية. الدولة التركية والرجال ساعدنا الله يجزيه الخير، والشوفير معه. الله يجزيكم الخير. 4 أيام والخامس وهم يشتغلوا لنا هالجماعة هذول، ساعدونا وطلعوا لنا، قال لي ما بنترك كله، طلع كل عيلتك طلعوا لي اياهم الجماعة هذول. هذا المهندس. This is just a duty for us. يعني we have to do that. No need to appreciate so much from our brother's side. But for us it's very big. There is no thing. Us. There is no we. There is no you. We are all together. يعني يعني this is not your problem, this is all our problem. We have to help to each other because we are all one ummah. Even if we don't know, maybe there is another people under it. This is humanitarian aid and Allah ordered us to do that. This is just, we do it for the sake of Allah. Yes, of course, they lost a lot of people and I am coming from Düzce. We faced this problem about 20 years ago and we know this situation, we know the difficulties, and many people came to help to us, and now this is our turn. We will come here and to do that, but we just did our duty, that's all. Yeah. Thank you so much. Thank you so much for you.